عندنا هرمات الاولى اللي هنا بالفرع مي شبرين ثلاثه الا نعبر المي يلا ساقيه كله مي ننزل من فوق الى جوا مي ينزل مجاري ماكو لا مجاري ولا حد بلديه تيجي تنظف ولا حد يجي يصلح هاي الشغله تبليط الشغل تبليط كله تعبان والله من تمطر يفيض نحط بلوكات نمشي على بلوكات نبات ايه انا بهذا الفرع الهرمات الاولى اللي قدامي من المولدة ما نقدر نمشي تجي بلدية تنظف لها 5 دقائق 10 دقائق ورا ماكو ما نشوف ورا بشهر 3 ما نشوف والله خدماتها حاشاك زفت معاناتنا حلو مال من هاي شغلة الخدمات وسخة نهائيا كل 15 يوم 20 يوم يجون بشغلة مشوار شالوها بالشفر اللي يقدرون يشيلونها هالشكل يضحكون على انفسهم وعلينا جو شغل اشتغلوا لهم شغلة 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة قدر بس كشفتهم المنطقة انهم موجودين هنا وتوكلوا على الله مشوا ظلت على ما هي فاحنا بدينا نألم لهم ونجمعها شوارعها مكسرة نعاني والله حين منها ولكن ما نشكي من نوبتين ثلاث تطرقنا على شغلة المحافظة على شغلة هذه ما حدا نجيكم غدا وبعد غدا وماكو كل شيء والله الخدمات ماكو ذيش الخدمات يعني إهمال يعني وصاخة يعني وشغل ماكو ناس بطالة واحنا نطلب يعني انه الدولار ينزل وجد نعم شلون استاذ شلون جراثيم وصاخه بكتيريا يعني وظل يعني المنطقه يعني المنطقه وسخه استاذ واريد يعني اداره قويه وتنظيف وترتيب و والله الشوارع مكسره احنا منسيين من اصلا من الدوله لان منطقه منسيه هسه على مجاري الكهرباء اذا عطل ما حد يطلع لك الماي بالصدفه يجيك فالقرى خير من عندنا هسه اذا تروح القضاء من الاقضيه مثلا قياره تبين المحافظه واحنا نبين مو قرى احنا المهمشين خارج القرى داخل المدينه ومن احنا بنائنا قبل ال 2000 يعني قبل ال 2000 البناء ومع العلم المنطقه مهمشه لا مسؤول يزورها بس اثناء الانتخابات ولا احد يسال عليها.